على بال ما تحط رجليك في الميه السخنه اكون عملت لك النعناع اللي هيضيع النفخه من اكله المحشي. ميه سخنه ايه يا ست انت؟ انت محسساني ان انا عايش في الاربعينات. الميه السخنه هتضيع التعب من رجليك وانت واقف على رجليك طول النهار. اسمع كلامي بس، حط رجليك في الميه السخنه وانا هدعكهم لك واروقك. لا لا، انا هحط رجلي كده في الميه السخنه بس. ايه ده، مكسوف مني ولا ايه؟ لا مش مكسوف، اصلا مش متعود وخايف اتعود على الحاجات دي بقى وكده. لا انا عايزاك تتعود على الدلع ده من هنا ورايا. ها ايه ده بيخبط؟ بص هفتح الباب واجيب لك النعناع. ماشي، حلوه المايه قوي قوي على يعني المايه مايه عايش. بتعمل ايه هنا يا سبعي؟ حطيت رجلي في الميه السخنه. وفاء وفاء فوقي يا حبيبتي عشان خاطري، فوقي وفاء. وسع وسع. هتعملي ايه؟ هفوقها. اهي فقت اهي. هقول لك على حاجه، اهدي بس اهدي يا وفاء يا وفاء. طب استنى، رايح فين؟ حاجه وراها تعمل في نفسها حاجه. لو رحت وراها هتمرمطك في وسط الناس. اهدى كده واتقل. فكرك كده؟ اه طبعا،